مثلا. فتصور كيفية النزول يكون تابع لتصورك لهذا الذي نزل. لو وتصور معنى النزول يكون تابع لإيش؟ أنا أسألك عن المعنى، معنى النزول. أنت بتقول المعاني الصفات المتشابهة في الخالق والمخلوق نفس الشيء، لكن تختلف بالكيف، أنه هي اشتراك معنوي لكن الدرجة تختلف. طيب أنت ليش حورت للسؤال عن الكيف؟ أنت تعرف أنه المعنى، السؤال عن المعنى هو نفسه سؤال عن كيف. عملنا عليه تسجيل لما عارض هذا الشموسي، عارض الأستاذ منا المنا، شو ولا نزل وقع على أم رأسي. شوف إيه بالمناسبة، هلا بدي أضرب لك، هذيك المرة ضرب مبارحة ضرب مثال بالديناصور، هلا بدي أضرب مثال آخر بالقطة شو بتنزل. اسمعوا، قلت لك القطة نزلت، تخيل نعم قطة صارت تحت، لكن ديناصور ما تخيل إنه صار تحت. ليش؟ لأنه كبير، وبالتالي باعتبار أنه معبود وجسم كبير على العرش، فإذا نزل بيضل فوق مثل الديناصور. وهيك عم بيقول أنا ما عم بقول شيء من عندي، هو أصلا التسجيل الماضي قال أنه الديناصور لما بينزل بيضل فوق، ينزل تحت الطاولة. طب وإذا نزل من السماء السابعة إلى السماء الأولى؟ ما أنت بدك تجيب مثال موازي. شوف استغفر الله، شوف وما قدر الله حق قدره. شوف تحت، لكن ديناصور ما تخيل انه صار تحت، كله صار تحت الطاوله. ما تتخيل الديناصور كله يصير تحت، بس بيصير راسه تحت او اجره تحت مثل ما شرح المره الماضيه. هذا كله عمال ايش المره لما كتبت عنوان الحلقه، انه كيف يشبه نزول معبود بنزول بنزول الديناصور. فكتب لي واحد من اتباعه قال لا هو ما عم بيشبه، عم يقرب. قلت له شو عم يقرب؟ نزول الله لنزول الديناصور، هيك عم صار. هو بيشبه نزول الديناصور بس ما بيشبه نزول القطه، لانه القطه بتنزل كلها، اما الديناصور بينزل جزء منه. هذول بيقولوا لنا شبهت ثم عطلت. دول اسمع، على توكلنا على الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. شوفوا أخواني الكرام، إشكالات الوهابية لا تقف في قضية حديث النزول، في حديث النزول لا تقف فقط على قضية أنه إذا نزل هل يخلو من العرش، لأنه هني عندهم أن الله على العرش. طيب وإذا نزل هل يبقى على العرش أم ماذا؟ إذا قلت بقي على العرش إذا ما نزل ينزل، وما معنى النزول؟ بالمناسبة هذا يبطل كل قواعد حديث النزول لوحده، مش الأشاعرة، حديث النزول لوحده يبطل كل قواعد وهابية في الصفات. يعني هني عندهم أنه الصفات المتشابهة تحمل على المعنى الظاهر الذي نفهمه، معنى الذي يعني الذي يكون في المخلوق نفسه. ما معنى نزول مخلوق؟ انتقال من فوق إلى تحت. يلا لنشوف اصحابه على الخالق. قبل شوي واحد بعث لي انا عن هذا شيخ دمشقي، لما سالوه عن معنى النزول راح قال هذا سؤال عن كيف، بعدين اقر انه هذا سؤال عن معنى. بعدين قال نعم هو انتقال من فوق لتحت، لكن نحن سنصطدم هكذا بقوله تعالى ليس كمثل شيء، فابطل مذهبه كله في الصفات. لانه ايضا الاستواء نفس الشيء، ستقول هو ثم استوى يعني ثم على، يعني كان تحت ثم صار فوق. سنصطدم بقوله تعالى ايش؟ ليس كمثل شيء، وبالتالي لن نفسر الاستواء بالعلو، ولا نفسر النزول لانه انتقال من فوق الى تحت، وهكذا بقيت اليد ايضا نفس الشيء، سنقول اليد هي اليد هي الجارحه، وسنصطدم بقوله تعالى وهكذا. لذلك انا عملت لهم 8 أسئلة للوهابيه، اكثر 12 سؤال عن الاشكالات في النزول. هل مثلا غير قضية أنه يخلو ولا لا يخلو، إذا نزل إلى السماء الدنيا هل هو عال أم نازل؟ إذا نزل هل هو عال في النهار؟ هو عال على حسب كلامه، على حسب عقيدته هذول، هو لم يزل عالي، لكن ليس علو المكاني.
العلو الأزلي غير المخلوق، هذا العلو المكاني هذا بخلق، هذا يكون بخلق المكان، أما علو الله أزلي قديم قبل خلق المكان. لكن نزلت لهم قبل خلق، يقول لك هذه فلسفة وهذه، ونحن جبنا له الإجماع على هذه العبارة، كان ولا مكان، لقنوا السجزي ولقنوا عنه ابن تيمية. هل نزول الله، سؤال، هل نزول الله معنى نزول لها؟ هذا بيتلاعب، هذا لك الكيف، لا نعلم الكيف، لا معنى النزول، هل هو من علو الى سفل؟ اذا اقررت اذا طار العلو، هل هو انتقال من فوق الى تحت؟ اذا اقررت اذا صار تحت، اذا العكس النزول صار تحت ليس فوق، انت تقول لا لم لا يزال فوق عباده وانه مستحيل يتصف بتحت. طيب هذا النزول يقضي عليه. طيب هل العلو صفة اختيارية لأنه متصف، أن الله يتصف بالضي وهو النزول؟ عند الوهابية العلو صفة عقلية فطرية، يعني يستحيل في العقل والفطر والفطرة أن يتصف بالضي، وهي حديث النزول ينزل ربنا مش يعلو ينزل، انت بتقول حديث النزول. طيب إذا العلو ليس صفة عقلية، صفة اختيارية، يعني يتصف بها وبضدها. فانتقد كلامك أن الصفة العقلية لم يزل عاليا والعلو قضى. أين الله إذا نزل، على العرش أم تحت؟ إذا قلت على العرش يعني ما نزل، إذا قلت تحت خلاص طار العلو. طيب أين الله إذا وضعه؟ كما ضرب هذا مثال بقضية الديناصور، إذا نزل طيب تركك من هذا، الديناصور نفسه افترض الديناصور على القمر نزل الأرض، شلون ينزل نصه ولا بعضه؟ انت ما تضرب مثال موازي، بدك تضرب مثال موازي مثل هذا الخشاه، قال ضرب مثال انه ممكن انسان هو انسان ممكن ينزل وما ما ما يخلو منه الكرسي، انه اذا كان قال اذا كان قاعد على الكرسي، الفيديو بدايه اذا كان قاعد على الكرسي ويوقع الالم بيمطي هيك لتحت ويجيب الالم هيك ضرب مثال قال كوينتي. ايه بس بدك تضرب لي مثال موازي، انه انا في الطابق السابع نزلت على الاول، الكرسي اللي كنت فيه بالسابع خلى مني ولما نزلت وقعدت بالكرسي بالطابق الاول ام لا؟ ليش عم تضحك على اولاد انت؟ تضحك على اتباعكم هذول. وهكذا بالمناسبه قضيه الـ قضيه الـ هذا انه ينزل هذا عنده دون ان يخلو من العرش. طبعا ابن تيميه يقول لك في اهل السنه ثلاث اراء، ثلاث اقوال، ناس قالوا ينزل ولا يخلو من العرش، وناس قالوا ينزل ويخلو من العرش، وناس توقفوا. طبعا من المتوقفين تلميذ ابن تيميه، ابن القيم وابن عثيمين وقبل المقدسي هذا الغني. طبعا هذا قلنا التوقف يعني هذا اضاعوا ربهم، يعني ما بيعرفوا لا هو على العرش اذا نزل ولا هو تحت اذا نزل، ما بيعرفوا، يعني هذا معنى التوقف. مهم بطلان هذا حديث النزول ايضا يبطل كل تشنيعاتهم على الاشاعره. الاشاعره ابن فورك يقول عباره، شوف يقول عبارة لا يستطيعون الآن يعترضوا عليها بعد أن يقولوا أنه ينزل ولا يخلو من العرش. طيب ابن فورك يقول مستو، إن الله مستو على العرش تجبرا واقتدارا لا تعكفا يعني لا عكوفا واستقرارا، يعني ينزل هو استوى على العرش بدون جلوس ولا استقرار ولا علوم ولا علوم مكان. بتقول لي كيف هيك؟ أنت فرقت اللفظ من معناه مثل ما فرقت اللفظ من معناه لما قلت ينزل بلا دون أن يخلو من العرش. طيب بيقول لك بعدين هو ينزل إلى السماء إقبالا وإفضالا لا تحولا وانتقالا، وانت هذا الشيء بتقوله ينزل ولا يخلو من العرش. خلق وخلق آدم يده تشريفا وتخصيصا لا مسيسا واتصالا، بتقول لي كيف؟ بقول لك إيه مثل ما إيش مثل ما وهكذا يتكلم بدون حرف وصوت، بتقول لي كيف؟ بقول لك مثل ما أنت قلت ينزل ولا يخلو من العرش، يرى يوم القيامة دون جهة، بتقول لي كيف؟ هذا تفريغ للفظ معنى، ولا يمكن الرؤية إلا بإيش؟ بأن يكون في جهة. طيب أيضا فرقت أنت اللفظ معنى لما قلت ينزل ولا يخلو من العرش، وهذا لا يكون، واعترف الألباني أن النزول المخلوق لا يمكن ولا يستحيل إلا بأن يفرغ من فوق ويحل تحت. فإذا هدموا كل مذهبهم في الصفات، لأن هني أصلا مذهبهم في الصفات أنه لا، أنت ما بتفوض المعنى، بتفوض الكيف، والمعنى بتخوض فيه وبتحمله على الظاهر. طيب يلا حميل على الظاهر، ينزل ربنا يعني ينتقل من فوق إلى تحت، طار العلو وين المصرف؟ فالحمد لله حديث واحد، شوف
هدم لهم كل هدم أصول الوهابية وأشاد أصول الأشاعرة، لأنه شوف ما بيستطيعوا يعترضوا علينا إذا قلنا ينزلوا يعني ينزل بلا انتقال وجاء واستوى على العرش بدون جلوس وبدون استقرار، وأيضا يتكلم بدون حرف وصوت، ويرى يوم القيامة بدون جهة وكذا. نوثق ما بقي شيء، نوثق ما استطعنا. أولا هذه الأسئلة التي أنا سألتها للوهابي، أن شوف أنه إذا نزل هل هو عال أم نازل، لاحظ، وأنه هل العلو صفة اختيارية أن الله لأن الله متصف بالضوء والنزول، وما معنى النزول، شوف النزول الله من علو إلى سفل. شوف واحد شو إيش جاب، شوف لما سألته قال آمنا بما وصف الله به نفسك وفرنا بتوهماتك، إيه يعني صرت مؤول أو مفوض؟ وهذا نفس الشيء هون، لاحظتم يعني.